يعني يساوي النادي الاهلي. النادي الاهلي اصل نادي كبير، فمن حقه ان يجيب راجل كوتش على مستوى عالي. وبعدين النظر راينا فيه لما نشوفه 5 6 متوشة هنبدا نتفرج عليه ونشوفه هل فعلا يستاهل ولا ما يستاهلش. الملعب هو اللي هيحدد كل شيء، كان كويس دولي او محلي او كويس او وحش، الملعب هو اللي هيوجهه. ونشوف ماتشين ثلاثه ويصبروا عليه، يشوفوا هو يستاهل الراتب دوت او ما يستاهلش الراتب دوت. احنا كنا منتظرين ان كان عبد الزيز عبد الشافي يكمل بقيه الراوند ده، وبعدين في النص الثاني كان يجي مارتن، لكن ده اللي شاف للاهلي الماتشين اللي فات دول نازل مش طالع. والله تعاقد كويس، هو سيرته الذاتيه كويسه، نحكم عليه ما نحكمش عليه بعد كام ماتش، نحكم عليه اخر الموسم ان شاء الله. لا طبعا هو الراجل اسمه يعني غني عن التعريف، الراجل درب في يعني حتت كتيره، درب اياكس ودرب توتنهام وبتاع، ولا والراجل كويس يعني، بس احنا بس ما نتسرعش في الحكم عليه لان هو لسه الراجل جاي، واحنا عندنا في مصر بنتسرع قوي. احنا دلوقتي الموسم خلاص يعتبر خلاص بيخلص يعني، فاحنا الموسم ده خلاص بقى، ونبتدي من الموسم الجديد نبتدي نشوف هو هيعمل ايه. والراجل يعني كويس ان شاء الله، وشخصيته قويه، واحنا اللعيبه المصريه لازم يبقى مدرب شخصيته قويه، والراجل كويس يعني. استمرار عبد العزيز عبد الشافي، وشايف المبلغ كبير جدا 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 يعني، حتى لو الاهلي حتى ما هو ما تساهمش فيه في مرتبه يعني، انا شايفه كتير جدا. بنقول ان دي تجربه هولنديه، بعد كان في كورول كان مدرب منتخب مصر، فنتمنى له النجاح او التوفيق في مصر، وهو مدرب عالمي كبير وله اسمه وتقله، فنتمنى له النجاح وتحقيق بطولات مع النادي الاهلي. كان رايي ان هو ده وقت ان هو يجي يمسك الفريق، لان لو كابتن عبد العزيز مع احترامي ليه لو كان كمل كان الفريق هيبقى في مستوى نازل خالص، لان اللعيبه كانت بتلعب على التكتيك بتاع بيسيرو، وكان معودهم على حاجات يعملوها في الماتشات. كابتن عبد العزيز ما كانش معلمها لهم خالص، وما كانش بيمرنهم عليها في التمرين. مارتن مدرب كويس وليه تجارب حلوه قبل كده، وان شاء الله يوفق مع الاهلي باذن الله. الظروف اللي بتمر بيها البلد ما تسمحش بكل كميه الفلوس اللي بتتصرف دي، لا من هنا ولا حتى في نادي الزمالك. رايي ان كان البلد تمر لمده سنه ومش هيفرق حاجه. وبعدين هو يعني الاضافه اللي هيضيفها تحتاج فتره كبيره جدا، ده وجهه نظري.